روح يا عاطف، روح يا حبيبي، حلال عليك البيجامة يا عاطف. رضا، استنى عندك يا رضا. عايز ايه يا اسطى جابر؟ فين صابرين يا رضا؟ احنا قلنا يا اسطى جابر صابرين راحت تعزي في ابو جمالات. لا، صابرين معاك يا رضا، وانت عارف مكانها، ولو ما قلتش مكانها فين بالذوق الرجاله دول هيفضلوا يدبوا فيك لحد ما تنطق. وانا ما اعرفش مكانها فين يا اسطى جابر. خلاص، يبقى جنت عليها مراكش. نطقوه يا رجاله. استنى عندك ده، هو محدش يلمس ابي رضا. هو انت ما بتعرفش تروح يا عاطف؟ انت ايه اللي جابك؟ انت مين يا؟ انا اللي ما عندوش اهل يبكوا عليه، واللي عندي سعاده اموت، ولا حدش يلمس شعره من ابي رضا. انا هتموت انا هما. عاطف، عاطف، خلي بالك من نسمة يا ابي رضا. ما تقفرش يا عاطف، دول ضربوك في دراعك. يا حبيبي يا عاطف، يا اللي خدوك على اخوانا يا قلب امك. رضا، يا لهوي. ايه ده؟ انتوا ايه اللي جابكوا؟ هو انا مش قايل لك ان الموضوع بسيط؟ طمنا يا رضا. مفيش حاجه والله، عاطف هيجبس دراعه نص ساعه وهيتكل على الله. يعني هيعيش؟ هو ايه اللي هيعيش؟ انت ليه محسساني انه بيعمل قلب مفتوح؟ عاطف، يا لهوي، رد عليا، رد عليا يا عاطف. يا لهوي، الواد اتشال، الواد اتشال يا رضا، وبتقول لي كويس. ما تخافيش يا ماما حليمه، انا بخير. هو كده يبقى بخير؟ والله العظيم ما في حاجه، ده كرسي عادي بيستخدموه هنا في المستشفى لكل الحالات، مفيش حاجه والله. وعملتوا تقرير طبي عشان يعمل محضر في المخفي حماه؟ المحضر اتحفظ يا امي، عاطف مرضيش يتهم حد. يبقى دماغه باظت هي كمان، اعملوا له اشعه على المخ. ده انا بقى ليه الاصل يا ماما حليمه لما سلم عم ابو صابرين للحكومه، مهما كان راجل في سن ابويا، ويبقى نسيب ابي رضا. ابي رضا انتوا عملتوا له رسم قلب. رسم قلب ايه؟ انت هتجننيني يا نسمه، بقول لك دراعه، دراعه. ايوه، ما عشان نطمن يعني يعملوا له صوره دم كامله ودهون ثلاثيه. دهون ثلاثيه؟ طب ما ننفخ له شفايفه بالمره. بقول لكم ايه، انا مش عايز وجع دماغ، هو هيجبس دراعه نص ساعه وهيتكل على الله، عشان انا كمان عندي شغل لازم الحق امضي. يلا يا ست، ما عندناش وقت. يلا خلي بالك ماما حليمه يا نسمه، خلي بالك يا نسمه.